أكد مدير شعبة الشرطة المجتمعية في صلاح الدين العقيد سعد داني أن العدو يستهدف المجتمعات من خلال الشباب، مبينا خلال حديث في برنامج نقطة على السطر والذي يبث من شاشة قناة صلاح الدين أن ظاهرة انتشار المخدرات في العراق تعد صفحة ثانية من المعركة التي تستهدف وجوده، خصوصا وأن لهذه الآفة آثار سلبية كبيرة على السلم المجتمعي. العدو يحاول يعني يحاول يخرب بناء المجتمع، يخرب النفوس، نفوس المجتمع. ف يعني صفحه من صفحات العدو انه دخل داعش وكذا وما خلفت من ويلات. الصفحه الثانيه اللي هي صفحه المخدرات، ويعني يعرفون هي شنو اثرها السلبي على المجتمع وتخريب، ويعرفون انه تفتك بالجسد. يعني طبعا هو استهداف الشباب هنا الكارثه. انت جنابك اذا تريد، يعني او اي شخص يريد، يعني احنا اذا نريد نبني بلد نستهدف فئه الشباب. العدو اذا يريد يهدم بلد يستهدف الشباب، ايضا يستهدف الشباب. فأروج لهذه الآفة ولهذا السن تحت عدة مسميات وتحت إغراءات ومن الأمور. أصبحت الظاهرة ظاهرة تشغل بال المجتمع وتهدد المجتمع. أستاذ أحمد، بالنسبة للإحصائيات، يعني لا توجد هناك إحصائيات رقمية محددة 100% أو لكن طبعا باعتبارنا احنا شرطة مجتمعية، يعني دورنا في هذا المجال دور تثقيفي وتوعوي. طبعا استاذ احمد، جنابك تعرف انه محافظة صلاح الدين محاطة بخمس محافظات تقريبا، يعني حدودها مفتوحة على خمس محافظات. فاكيد هذه كثرة المنافذ اكيد تسهل عملية دخول المخدر والمخدرات على انواع، يعني بها الحبوب وبها المساحيق وبها الاشكال الاخرى. احنا الحمد لله، يعني ذكرت لك انه القائمين على الوضع الامني في محافظة صلاح الدين يعملون بجد في مكافحة هذه الظاهرة السلبية. الحمد لله محافظة صلاح الدين تكاد تكون من المحافظات الخالية، يعني الحمد لله الخالية، يعني إلا من بعض يعني من الأطراف، يعني ما نركز على مدينة تكريت أو مركز المحافظة. وأكيد يعني هذا النسبة لا تكاد تذكر أو لا تكاد لها تأثير، لكن احنا نخوف من انتشار هذه الظاهرة.